وصل. خلونا النهارده نكون حلقه وصل ما بين فئتين من الناس. الفئه الاولى ليها علاقه بينا احنا كلنا كمصريين وقطاع مهم من اهلنا وهم قوات بيسموها انفاذ القانون. هقول لحضراتكم خبر مزعج وهيترتب عليه رجاء. انتوا عارفين حضراتكم كم عدد ضباط الشرطه في مصر؟ عدد ضباط الشرطه، سيبكم من الامن المركزي والامناء والكلام، لا، الضباط اللي هو تخرج من اكاديميه الشرطه. الارقام متفاوته، انما نقول ان هم في حدود حاجه و30 40 الف ضابط. ده كل مصر 40 الف ضابط. طب احنا حوالي 90 مليون بني ادم. لو احنا قسمنا ال 90 مليون على ال 40 الف يطلع لنا حوالي 2220 25 واحد. يعني كل ضابط شرطه مدرب اكاديميا هو مسؤول عن 2200 مواطن مصري. وبعدين يقول لي ايوه بس المفروض نتكلم ده في اطفال، ما هو مسؤول عن الكل، يعني لما طفل رضيع بيتوه هو في ذمته. طب ده كويس ولا وحش؟ لا ده وحش جدا. انا بقالي من سنه 2011 وانا بقول يا اخوانا احنا محتاجين عدد ضباط الشرطه بتاعنا يتضرب في 10 على الاقل علشان نقرب المتوسط العالمي. لو رحنا دورنا في المتوسط العالمي هقول لحضراتكم بعض الارقام عشان حضراتكم تكونوا عارفين، وليه هطلب من حضراتكم ان احنا نساعد بعض. احنا الحقيقه بنساعد مصر، هي مصر في الاخر بتحمي نفسها، مش احنا بنساعد ضباط الشرطه. عارفين حضراتكم الضابط في البرازيل مسؤول عن كام؟ عن 473 مواطن. خد بالكم احنا في مصر 2250 مواطن، قولوا 2000 بلاش 200، يعني احنا كانه الضابط في مصر ضابط الشرطه المدرب اكاديميا من الكبار للصغيرين، يعني من اللواء لغايه الملازم. دول في مصر كل واحد مسؤول عن حوالي 2000 مواطن مصري. في البرازيل الرقم ده 473. في فرنسا الرقم ده 300. يعني ضابط الشرطه اللي في فرنسا ده مسؤول عن 300، هنا في مصر مسؤول عن 2000. في سنغافوره 140، يعني الضابط مسؤول عن 140. في امريكا 300. الجزائر جنبنا 250. ايوه انا بقول الارقام دي ليه؟ لانه من غير ما نساعدهم المهمه بتاعتهم مستحيله. يعني نرجع للقصه بتاعت التفجيرات اللي حصلت ديت في طنطا في اسكندريه. لو كان حد فينا شك في فلان ولا علان، ولا واحد كده شاف في العماره اللي قدامهم لقى شقه بيتم استئجارها وفجاه جالها ناس غريبه كده وبيخشوا وبيطلعوا حاجات مريبه، يا عم بلغ بلغ الناس دي، ممكن انت ممكن تنقذ حياه عشرات مئات مننا. ما تلومش، يعني ما تلومش الشرطه، ما تلومش الجيش، ما تلومش المؤسسات، لما انت كمان تعمل اللي عليك. لقيت حاجه موضع ريبه، موضع شك، حد بينشر شائعات، حد حبه، يعني تعرفين حضراتكم بعد احداث سبتمبر في امريكا، كنت موجود في امريكا. طبعا احداث سبتمبر دي معناها انه طيارات بتضرب في مباني، في مدنيين بيموتوا ولا اخر. جم بتوع الاف بي اي بيلفوا بقى على كل المراكز الاسلاميه، وفي حاجه اسمها ام اس اي اللي هي مسلم ستودنت اسوسيشن، او بي اس اي اللي هي باكستاني ستودنت اسوسيشن، اللي هي يعني الجماعه، او مش الجماعه، اسمها مثلا زي في مصر بيسموها ايه، اسمها الاسره ولا التجمع بتاعه المسلمين ولا بتاع الباكستاني ولا بتاع العرب الى اخره. فكان يجوا يسالوا في حد هنا بيؤيد الناس دي، في حد فرح بعد احداث سبتمبر، اه يقول لك كده، في حد كان فرحان بعد ما شاف البرجين بيقعوا وكلام زي ده. ايه الرساله؟ الرساله انه معنى انك انت متعاطف مع الناس دي، معنى انك انت فرحان باللي هم بيعملوه فينا، يبقى ده معناه انك انت ما انتش مصري وما انتش وطني. وحقيقة انا هقول لك بقى، لو انت كنت بتفتكر انك مسلم، لا طبعا ولا حتى من الاسلام في شيء. طب واجبنا احنا كمصريين عاديين اللي هو الاغلبيه الكاسحه من المصريين، روح وبلغ. انا بقوله بكل وضوح، وانا شخصيا هعمل كده. لما الاقي حد بيحرض الناس على العنف، بينشر شائعات ضد البلد، عايز يدمر روحنا المعنويه الى اخره، لا يعني سامحني بقى، يا تقول خير يا تسكت. في مشكله نتكلم عن المشكله، ده موضوع تاني. مش عارف مدرس عمل ايه مع ابنك ولا ابنك في ده، دي قضايا مفهومه، انما مشاكل شخصيه، يعني ما هو لسه من يومين طيارات ايرلاينز ولا مش عارف يونايتد، متهيألي كانت يونايتد، واحد جروه من الطياره ورموه، عادي الناس بتتكلم وبتناقش، والشركه خسرت ملايين عشان السوشيال ميديا هاجت عليهم ولا ده موضوع. انما كراهيه، حقد، تحريض على الدوله،
تحريض على مؤسساتها، تحريض على القضاة، على ضباط الجيش، على ضباط الجهات السيادية، على ضباط الشرطة، على لا ما ينفعش. يبقى مش بلد. يبقى اللي حضراتكم شفتوه ده والاكتئاب اللي احنا كلنا دخلنا فيه ده لمدة 3 ايام بعدها هيبقى كل اسبوع عندنا من ده. لا معلش، نعمل الواجب اللي علينا والدور اللي علينا، الا وهو ان نبلغ عن كل واحد بيحرض على هذه البلد، بيسيء لهذه البلد، بيسعى لانه يدمر هذه البلد، في جرائم كراهيه ضد هذه البلد. يا عم مش عاجبك البلد دي بتروح في اي حته تانيه. اللي يعيش هنا احنا بنحاول يعني نلم نفسنا ونعدي بيها من الفتره الصعبه اللي احنا فيها، مش احنا بس، فيها المنطقه كلها فيها. فالحقيقه مش ناقصه، يعني رايي واحد صاحبي يقول لك يا ناقصه حزن، يا ناقصه بلاوي. اللي تقدر تعمله لخدمه البلد دي اعمله، اما ان تقول خيرا او ان تصمت. وفي الصمت حكمة، في بعض الأحيان الصمت حكمة. اقعد ساكت. طيب دي الرسالة الأولانية. ومرة تانية لازم أقول لحضراتكم ضباطنا عددهم قليل جدا مقارنة بالمطلوب منهم، عددهم قليل جدا مقارنة باللي مطلوب منهم. فمساعدتنا ليهم الحقيقة هي مش ليهم، هي لينا احنا بنساعدنا. مصر تحمي نفسها. لو في رسالة كده من كل اللي بيحصل في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، مصر بتحمي نفسها، ولا البديل لقدر الله تضيع مصر ويضيع معها المصريون.